كابتن مجدي، كنا بنتكلم على التحكيم، وبقول للكابتن جمال، يعني كابتن جمال بيقول لي ايه، احنا لازم نجيب التحكيم ونطلعه ونعرف القانون. قلت له والله القانون رغم ان احنا عارفينه لكن هنختلف. وفي نفس الوقت كان الكابتن مصطفى بيقول لي خالد، طب ما احنا نجيب الحكام كل اسبوع ونقول الحالات اللي غلطوا فيها كذا 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 كذا. قلت له كان بيحصل ايام ما كنا موجودين في الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الكابتن عصام بيجيبهم كل اسبوع بيقعد معاهم ويقعد يحط الحالات التحكيميه واحده واحده ويقول الاخطاء، صح؟ ايوه مظبوط. بس هو اصل القانون كره القدم للاسف احنا ما عندناش توحيد للقانون في مصر. بنشوفه بيطبق بشكل معين مع فرق وبيطبق بشكل ثاني مع فرق اخرى. وضع طبيعي ان يعني بيبقى الفرق ذات الشعبيه زي الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد والمحله، الفرق اللي ليها جمهور وليها شعبيه يعني الحكام بتتاثر بهذا بهذه الشعبيه، وبالتالي بتطبق القانون طبقا لرؤيه كل حكم في كل مباراه، وده طبعا مش سليم. الوضع الطبيعي ان نطبق القانون على الكل بشكل موحد، ولازم يبقى في توحيد في تطبيق القانون وفي تطبيق اللعبه. الكوره اللي بتتحسب ضربه جزاء في ماتش الاهلي لابد ان تتحسب ضربه جزاء للاهلي او ضد الاهلي او ضد الزمالك او ضد اي فرقه من ده ضعف وخوف من الحكم يا مجدي، ولا هو مش عارف، ولا هو بيطنش؟ تقدر تقول ضعف وخوف. بالظبط. مجدي عايز اسالك بس سؤال، هو ليه طب ليه بيختلفوا في القانون؟ ليه؟ ما هم يعني طبقا لشعبيه الفرقه. طبعا طبعا. يا نهار ابيض. انا لعبت في الفرق، لعبت في الاهلي ولعبت في المنتخب ولعبت في يعني لقيت ولعبت في فرق صغيره. الحكم بيبقى مع هو بيحكم مباراه مع الاهلي ضد الفرق الصغيره بيبقى بشكل مختلف. وبيحكم للفرق الصغيره مع بعض بشكل مختلف، والامور مش انا معاك يا جمال، لابد من توحيد القانون، ولابد من ان لابد ان القانون يطبق على الكل بشكل متساوي عشان ما يبقاش فيه اللغط اللي موجود والنقاش الاستقصائي اللي احنا بنناقشه دلوقتي. لان القانون هو قانون، الايد بعيده والكره في الايد، يبقى ضربه جزاء للاهلي او ضد الاهلي او ضد او للزمالك او ضد الزمالك. فيعني توحيد القانون شيء مهم جدا جدا، وده شغله رئيس لجنه الحكام انه يدي حكام الثقه بانهم يحكموا بالقانون بعيدا عن الاهواء وبعيدا عن الخوف من الجماهير، وخاصه ان الجماهير مش موجوده بشكل مكثف في المدرجات. ما هو ده اللي بقوله كابتن جمال. لو الجمهور موجود يا مجدي كان ايه اللي حصل؟ لو ايه؟ لو الجمهور موجود 100,000 زي زمان. لا 100,000 هتبص تلاقي طبعا الحكم، انا من وجهه نظري ان الحكم مش يعني هيبقى بيخشى الجمهور وهيدي قرارات للانديه اللي عندها جمهور اكثر من الانديه اللي ما عندهاش جمهور، وده مش عادل. طيب سوري يا كابتن، اتفضل. طب الاختلاف في القانون يا كابتن مجدي، عدم توحيد القانون، ده جزء من الفتنه للكره المصريه؟ طبعا طبعا. بحييك يا مجدي. طبعا بحييك. طبعا انت ما بتمشيش بنفس المسطره، مفيش مقياس واحد، مفيش مقياس، ولذلك هو ده اللي بيعمل الخلاف، هو ده اللي بيخلي الناس تعترض على التحكيم، هو ده اللي بيخلي المباريات فيها اخطاء كثيره. فيعني ده وضع طبيعي ان احنا يبقى في لغط على التحكيم بهذا الشكل. وزي ما انا بقول ان المفروض ان لجنه الحكام توحد القانون وتطبقه بدون النظر للون الفانيلا ولا وجود الجماهير ولا طيب. طيب مجدي عايز اسالك سؤال، مجدي عايز اسالك سؤال مهم جدا، وانت كنت عضو اتحاد سنين، امتى الاتحاد الكوره يحمي حكامه؟ لما يكون الحكم بيطبق القانون صح
مجدي الغلط الغلط وارد يا مجدي. ما هو ايوه الغلط، لكن انت كلاعب كوره لما تيجي تتخانق مع الحكم او انت مدرب تيجي تشتم الحكم، الغلط يا كابتن مصطفى ده بيبقى وارد في حدود، ما بيبقاش وارد على طول. ايوه على طول. ايوه يعني هو ده المفروض ان الغلط ما يبقاش مستمر ويستمر فيه. انت واخد بالك؟ يعني ما ينفعش ان انا افضل مستمر في الغلط. طب ما هو الغلط في بالشكل ده هيبقى الغلط هو الصح والصح هو الغلط. طب يا مجدي بقول لك، ايه رايك في الفار يا مجدي؟ ايه رايك في الفار؟ لا الفار عندنا غريب جدا، طلع فار. فار مختلف تماما عن الفار اللي بنشوفه في الدوريات الاوروبيه، يعني مش هو ده الفار اللي احنا حتى الفار مختلف يا كابتن مجدي. حتى الفار المفروض انه جاي لترسيخ الحق في المباريات. تبص تلاقي ناس تستخدم الفار بشكل وبيستخدم الفار بشكل تاني. ده انا عرفت ان في نقطتين، لو ابتديت الخط من نقطتين وطلع نقطة يعني قدام شوية الخط يطلع مختلف وتبقى قصة طويلة. مش عايزين نقول كده يا خالد. طيب كابتن مجدي اخيرا، انا شايفك النهاردة مش في الفرن، مش عارف ليه لغاية دلوقتي. انا جاهز اهو. لا بس ما بتضحكش زي كل زعادتك، واخد القصه جد قوي النهارده مش عارف ليه. هي بصراحه دي حاجه مش بتضحكش، يعني حاجه تزعل. والله فعلا فعلا. كابتن مجدي عجبك بامانه كده، وهني يعني هاني معاك الحديث، وانا بشكرك ان انت دخلت معانا الكابتن مصطفى والكابتن جمال، وانت يعني معروف بروحك الرياضيه وعلاقتك الرائعه سياده المستشار مرتضى منصور، وكان حريص دايما ان هو يبقى معاك. عجبك حكم ماتش الزمالك والاهلي او عجبني جدا. اولا لياقه بدنيه عاليه جدا. حكم عنده شخصيه قويه جدا مع كل كوره. حكم يعني حكم المباراه بحزم ولين في نفس الوقت. كان فاهم كوره، فاهم مين بيضيع وقت ومين ما بيضيعش وقت، لدرجه ان هو يعني قوم عواد من وهو يعني المفروض ان حارس المرمى بياخد وقته تماما بانه يقع على الارض ويتعالج ويخشوا له وبتاع. لا رفض القصه دي. لا حكم هايل جدا، والمباراه لم تكن فيها اخطاء تحكيميه من وجهه نظري زي اللي ممكن لو حكم مصري كان بيحكمها. يعني هاي لا حكم اكثر من رائع، والفار حتى الفار لم يستخدم لان ما كانش في حالات سارقه تخلي الفار يستخدم. تمام. ده شيء رائع جدا، يعني مباراه كامله الفار ما استخدمش فيها يمكن غير مره واحده بس في اخر المباراه وخلاص وانتهى وخدوا قرارهم، والفار كان هو صاحب القرار، الحكم اللي في الملعب هو صاحب القرار. على العموم بشكرك. في الدوريات الاوروبيه طبعا طبعا الفار في مصر يبقى بهذا الشكل. بشكرك جدا يا كابتن مجدي، ودايما كده تبقى معانا بمنتهى الروح الرياضية. شرفتنا ونورتنا.